والله انا نازح تقريبا من السجعية، لا الزيتون، لا تل الهوى، لا انصراط، لا دير البلح. هاي فترة النزوح هذه، وصلنا لغاية ما وصلنا دير البلح. طبعا الظروف مش سهلة، صعبة جدا، من ناحية سكن، من ناحية مية، من ناحية ملابس، من ناحية نوم، من ناحية البيئة اللي احنا عايشين فيها، الخيم، القوارض طبعا بتكون حوالينا، ما فيش يعني فيش حاجات بكون للحياة طبيعية، حياتنا شبه مش طبيعية. هي اجى علينا موسم الشتاء زي ما انت شايف، اهرامات، الاهرامات ايش بدها تلقى؟ بدها تلقى شتاء ولا تلقى هواء؟ بفتقر للشوادر، الشادر اليوم حقه 600 شيكل، وهذا صعب، فيش يعني بيقدرش حد يشتريه، خاصة انه احنا يعني عندنا ما فيش دخل، سنة ونص ما اخذناش شك شؤون اجتماعية. طب اللي زي من وين بده يعيش؟ ومين بده يطلع لي؟ انا بستنى يعني، بلاش كل انسان يتوصل لنا، لانه احنا حرام حتى اجى شتاء طلعنا من دور ما فيش لا ملابس لا شتوية ولا صيفية، يعني اللي طلع بهدمة ضايلة عليه لليوم 9 شهور إلها، احترقت وما فيش بديل انك تشتري باختصار يعني. واللي عنده صغار كمان تعب نفسيا، تعب وجسديا، تعبنا يعني. انا عندي عيالي حاليا معاها سكري، وفيش علاجات يعني، العلاج بروح نشتريه من الصيدلية بكون الطاق قد حقه 5 مرات أو 6 مرات. بعدين انا عندي ضعف في الشبكية في نظري، يعني امبارح اتكسرت النظارة، هلا بكلمك انت قدامي لكن مش شايفك صراحة، انا مش شايفك لانه عندي ضعف كبير في الشبكية. من ناحية غذائية ما فيش، من ناحية مادة ما فيش، من ناحية معيشة كالبني ادمين ما فيش، ما فيش يعني نهائي نهائي، دخل ما فيش، اللي كان معه قرشين جابهم راحوا، ما ضلش، من وين بده يجيب؟ لا شغل، لا راتب، ما فيش يعني، ما فيش. المصاب بتر طبعا، والمعيشه بالنسبه لي صعبه جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيل كلمه صعبه، هذه سهله جدا، اما هي مضاعفه، ما فيش دخل علي انا يعني. بعد نزل وزني كنت من 67 كيلو وصلت ل 58 كيلو، ما فيش. بالنسبة للخيمة إلنا، لو جيب دابة الله يكرمك بترضاش تعيش، يمكن الدابة إلها موفر إلها مكان أحسن من مكاننا. هاي الأرض رمل، قوارض موجودة، براغيث موجودة، نمل موجود، إيش بدي أقول لك؟ يعني أنت لما بتاكل لك لقمة بتلاقي الدبان، قبل ما تيجي تاكل تشرب كاسة شاي بتلاقي الدبان واقع فيها. ما فيش، فيش يعني إشي اللي تحط شبك، أصلاً مش قادر تجيب إحرام عشان تجيب شبك. هاي الخيمة اجى شتاء طبعا بدها شوادر، بدها نايلون، هذا مش متوفر، ونتوفر صعب انك تجيبه لانه ما فيش مادة تشتريه، متر النايلون قاعد ب 45 شيكل، من وين بدي اجيب؟ يعني انا الشتاء اللي فاتت حطيت على حالي غطا هيك بسيط وضليت قاعد في الخيمة انا والمرأة، ولا انا مش قادر اسقي في الخيمة. والله رسالتي للعالم الاجمع انه ربنا يعم السلام على هذا الشعب الغلبان اللي تعب، وعلى الأمة اجمعين، وأمة الإسلام يطلع، أمة الإسلام إحنا كيف عايشين، طلعوا لهذا الشعب المسلم، ولا هو مش بني آدم أو مش موجود على وجه البسيطة. يعني أنا بفكر إنه الحيوانات في تكية هان للكلاب عاملينها مؤسسة بتعتني فيهم، كل شيء موفر لهم، خيام متوفر للكلاب، أكل متوفر للكلاب. يا سيدي إحنا مش موصلين المستوى هذا لوقتيش يعني. نزحت من الزيتون لدير البلح، فاحنا ظروفنا يعني صعبة جدا، واحنا ايش بدنا نقول يعني، ايش مطر اللي عندنا اليوم، لما اجت المطر اخر مرة، المرة هاد غرقتنا خروج في الشوادر، و يعني هيو خروج هانا هيو تنزل علينا المي كل هياتها، بنغرق احنا انا والبنت. يعني ايش بدنا نحكي، ظروف المعيشه تحت الصفر، مش بس احنا، اكثر الناس يعني وضعهم تحت الصفر، عايشين على التكيات. وايش التكيات بجيبوا لنا؟ يا رز يا عدس
النمل عندنا كبير من النوع الكبير مش صغير، وعندنا البعوض دببنا، يعني جسمنا كله تمزع من الحاجات اللي زي هيك. بنروح نتحكم نقولهم، بقولنا جرب. جرب ايش؟ انو جرب هذا؟ معناته المي بنجيبها من الاقصى، اكثرها بنجيبها من الاقصى، والمسافه يعني على البنت والصغار بعيده. احنا في شارع وبتخش علينا الكلاب، بتخش علينا البسس. ايش بدي اقول؟ يعني حال صعبه للغايه. والعرس بتخش، والله كل عرسه ولاختها، كل عرسه هالقدي بتخش علينا. يعني ايش بدي اقول؟ فران مش قادرين احنا نتطاوق حالنا، مكفينا حياه زي هيك. يعني احنا بدنا نفك الحياه، مكفينا عذاب. انا نازع من الشمال من الزيتون، ونزحت فوق الاربع مرات. نزحت من تقريبا من عند مستشفى القدس، من مستشفى القدس لانصارات، من انصارات نزحت على الدير، بعد الدير طلعت على رفح، من رفح رجعنا تاني على الدير، وامبارح برضه نزحت من الدير على منطقة هنا عند القرعان، بعدها رجعت تاني في الخيمة. وأنا ما لقيتش مكان، حطيت خيمتي في الشارع ومش عارف، يعني بهدلة ومطر، والخيمة عندي بالمرة يعني الخيمة عندي فتح سقفها ومبعط، وهي السقف، هاي أول طفرة في السقف. وبعدين فيش غطا للأولاد، عندي أنا بنت وولدين، ولدين وبنت، يعني بطاطين ممزعة وحمام ما فيش. يعني هي بدي أعمل أي طريقة للحمام، وهي كمان هنا بايط، يعني دايب الشادر دايب، يعني هاي هنا خروج. يعني أنا بتمنى من الله أنا ما تشتي، يعني هذا أمر الله، بس إيش نسوي؟ وهي هنا خروج بتنقوز الأولاد في الليل لما تكون هواية قريبة. في عنا فيران، في عنا حشرات عرس، في نمل كبير، إيه بعوض، إيه دبان، إيه الله يعزك الدبان ما بفرقش ليل ونهار، مش عارف. وفكيت أنا حمامي عشان أستر على أولادي، باكل وبشرب. يعني أنا مصاب إصابة في الشمال، إحنا بنأدي أكلنا وشربنا من التكيات، وفيش شغل، صلنا أكثر من 12 شهر قاعدين، والمعاناة كتيرة. يعني دور بتفتح التكية عنا، دور بتسكر، وفيش يعني وجبات أكل زي الخلق. بعدين معاناة صعبة بنجيب الأكل، ومعاناة صعبة بنجيب المية، والمية المالحة دور بتيجي، والحلوة بنقف عند باب الأقصى لما بنجيبها، معاناة برضه نصف دور زي من هان، كتير دور بنصف. يعني دور بنشتري قلم 5 شيكل بعد امرار، واللي ما حوش من وين بجيب 5 شيكل؟ ابني بطلب مصروف معيشة ألبي له إياه، من وين؟ طفل زي هذا، أطفال زي هذا من وين؟ صابونة ما فيش، ما نقدرش نجيبها الصابونة. الهواي ب20 شيكل، الشامبو ب70 شيكل، ب100 شيكل. يعني بنتحمم من غير شامبو، يعني خلا بندير حالنا مية وسمنا تحممنا. ما فيش 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 مواد تنظيفات، يعني المرة بتغسل بحاجة هيك، يعني بمية بس بتغسل، انه بس تقيم الغبر على اللواعي بس. وفيش عندهم ملابس، يعني اجى الشتاء فيش عندهم ملابس للشتوية، كل اوعيهم ممزعة. انا بوجه صوتي للعالم انه حلونا، انه بس يقفوا بجنبنا، يطلعوا على هذا الاشي، ينظروا على الاطفال. احنا بدناش ينظروا علينا احنا كشباب كنسوان، على الاطفال اللي فيش عندهم اواعي، فيش عندهم سطرة، فيش عندنا سطرة، يعني كان زي العالم والناس. فيش عندنا اكل زي العالم والناس، فيش عندنا مياه، يعني ميه مكروت بعد ما بنشرب مالحه.